السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ما زال الحديث المروع والذي وقع صباح اليوم بولاية بيجاية يرعب الناس ومستعملي الطريق، خاصة وأن كل من كانوا في سيارة الأجرة لقوا مصرعهم وتم إخراجهم بصعوبة من طرف مصالح الحماية المدنية. وتداول ناشطون على الفيسبوك صور لعدد من الضحايا من بينهم امرأة ودركي كان في إجازة، كلهم كانوا بالأمس معنا واليوم رحلوا عنا رحمهم الله. وقال شهود عيان أن سائق سيارة الأجرة كان يسير في الطريق قبل أن يصطدم بشاحنة متوقفة على مستوى طريق السيار بقرية بيزو بلدية أقبو ولاية بيجاية رحمهم الله، وألهم ذويهم الصبر والسلوان.